كتاب عن إدارة القلق والتوتر حول كورونا فيروس 19. قد يكون تفشى كورونا فيروس 19 مرهق للناس. في هذا الفيديو سنتحدث عن إدارة القلق والتوتر المرتبط بالفيروس التاجي. يمكن أن يكون الخوف والقلق بشأن المرض الفيروس التاجي أمرا مركبا ويسبب مشاعر قوية لدى البالغين والأطفال. يمكن أن تعتمد مدى تأثير الإجهاد عليك على عوامل مثل وضع عائلتك وحالة وظيفتك وكيف تعيش مجتمعك. كل من هذه العوامل يمكن أن تزيد من الضغط وتعرض العقوبات أمام الناس للتناقض. أنظر المجتمع يتفاعلون بشكل مختلف وفقا لوضعهم الشخصي. يجب أن لا تقارن نفسك بالآخرين أو تشعر بسوء إذا كنت تبدو أكثر ضغطا من الآخرين. الضغط المتزايد مثل الخوف والقلق المستمر بصحتك وصحة الآخرين، العنف ضد نفسك والآخرين في الأسرة وخارج الأسرة، تغيرات في نمطك اليومي مثل الأكل وزيادة تعاطي الكحوليات والتباكو والمخدرات. ضغطك المتزايد مثل الخوف والقلق المستمر بشأن صحتك والآخرين، العنف ضد نفسك والآخرين في الأسرة وخارج الأسرة، والتغير في نموك العادي كالأكل والنشاطات العامة وزيادة في تناول الطعام وزيادة تناول الكحوليات والتباكو والمخدرات الأخرى. العناية بنفسك. يمكن الأصدقاء والأسرة تساعدك على التعامل مع التوتر. إن مساعدة الآخرين في التعامل مع ضغوطهم يمكن أن تجعل مجتمع قوي. إليك بعض النصائح التي يمكن القيام بها تساعد نفسك والآخرين خلال هذه الأزمة. خذ استراحة من مشاهدة الأخبار وقراءتها والاستماع إليها بما فيها ذلك كل الوسائل الاجتماعية. يمكن أن يكون الاستماع إلى هذا الوباء أمرا مكررا ومزعجا. اهتم بجسمك، تناول وجبات صحية متوازنة جدا، مارس الرياضة واحصل على قسط من الراحة من النوم، وتجنب زيادة تناول الكحوليات والمخدرات. تواصل مع الآخرين، تحدث مع الأشخاص تثق بهم بشأن خوفك وكيف تشعر. حدد وقت للاسترخاء، حاول بقيام بعض الأنشطة الأخرى التي تستمتع بها. حاول أن تجد شيئا يساعدك على تحدي نفسك عندما تشعر بأن التوتر يزيد بكمية زائدة، مثل التمرد النفسي والتمدد والصلاة والتأمل. إذا كانت الضغط لدرجة مرتفعة وإنك تحاول أن تؤذي نفسك والآخرين وأنت غير قادر على القيام النشاطات العادية أو تشعر باليأس في معظم الوقت، فأنت بحاجة إلى اتخاذ قرار لحد إذا كنت تعاني من الضغط الشديد. على الرغم أن هذه الاختراعات، يرجى الاتصال مع مقدم الرعاية الصحية الخاصة بك أو دعم المجتمع للمساعدة. إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي وترغب إلى التحدث مع أحد المستشارين الأزمية، فإن هذه الخطط الهاتفية والنص الوطني الساخن متاح في مدار ساعة طول اليوم وطول الأسبوع. لاحظ أن بعض الخطوط الساخنة لديهم مساعدات في الترجمة باللغة، بما أن البعض الآخر متوفر باللغة الإنجليزية فقط. تمت هذه الترجمة باسمي استيلا أبو الشيخ.